ولمتابعة تطورات المشهد في فلسطين ومحاولة إحياء مباحثات القاهرة لإتمام صفقة تتضمن هدنة وتبادلا للمحتجزين بعد فشلها، ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية هشام يعقوب، وكذلك عبر سكايب من إسطنبول عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني بشار شلبي. لعل البداية تكون معك سيد بشار، يعني في اليوم 154 من الحرب على غزة، واصلت قوات الاحتلال قصفها الجوي والمدفعي على مختلف مناطق القطاع. إذا كان تكثيف القصف هو للضغط على المفاوض الفلسطيني، كيف ترى وقعها على موقف المقاومة؟ تحياتي لك وتحياتي للمشاهدين الأعزاء، وتحياتنا لأهلنا ولشعبنا الصامد في قطاع غزة، والتحية الخاصة للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة التي تتحدى الموت بصبرها وصمودها واحتمالها. اليوم المرأة الفلسطينية في قطاع غزة تتجاوز الممكن وتتجاوز الصبر وتتجاوز الاحتمال، ونحن نقول هذا في اليوم العالمي للمرأة. هذا اليوم أو هذه الذكرى التي تجسد حالة النفاق الدولي، كما تجسد من زاوية أخرى حالة العجز للمنظومة الدولية الحالية، والتي أثبتت الحرب العدوانية على قطاع غزة فشلها وخروجها عن العمل بشكل كامل. عودة إلى سؤال حضرتك، الكيان الصهيوني وبعد مرور 5 أشهر وبداية الشهر السادس على عدوانه ما زال يتخبط في الأهداف التي رسمها لنفسه، والتي من خلالها صعد إلى أعلى الشجرة ولا يستطيع النزول عنها، أو لا يريد النزول عنها، أو لا يتمكن من النزول عنها. فهو مستمر في سياق واضح متعلق بالمجازر والقصف واستهداف المدنيين والمستشفيات ومراكز الإيواء، والضغط على، لا أقول على المقاومة وإنما الضغط على العالم كله. لعل العالم يعود إلى نفس الفترة التي سبقت 7 أكتوبر، عندما كان يخضع لمظلومية الاحتلال ولكذبه ولأوهامه ولخداعه. كان يبتز العالم وهو يظن أن الأمر كما كان، ويريد أن يبتز العالم. يبتز العالم في منع وصول المساعدات، كل العالم يريد إيصال المساعدات وهو لا يوافق على ذلك. حتى الولايات المتحدة الأمريكية، الراعي الرسمي والفعلي والحقيقي لهذا الكيان، والذي يحتضن والذي يغطي على جرائمه وعلى ظلمه وعلى عدوانه، لم تستطع أن تفرض على نتنياهو هذا الوحش الناس، لم تستطع أن تفرض عليه دخول الإغاثة من المعابر البرية، فقامت بالضغط عليه من خلال إنزال المعونات بصورة هزلية، بصورة ساخرة لا يمكن قبولها في القرن 21. هذا هو ما يريده الكيان الصهيوني، يضغط على الجميع، يبتز الجميع ليستعيد صورته المكسرة والمهشمة والمهزومة منذ 7 أكتوبر. وبالتالي هو لا يحاول الضغط فقط على الحاضنة الشعبية للمقاومة، وإنما يحاول الضغط على العالم. أما المقاومة فهي ما زالت صامدة وتلقن العدو الصهيوني بكل دروس. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ بشار. أستاذ هشام، ربما سمعت حديث سيد بشار عن الجوع وعمليات الإنزال الجوي للمساعدات التي ذكرها. يعني كما تعلم يهدد الجوع مئات آلاف المحاصرين تحديدا في شمال غزة، أكثر منه طبعا أكثر من مناطق الجنوب، في ظل قصف مستمر للمساعدات الداخلة إلى الشمال، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر سلاح الجوع على المقاومة وحاضنتها الشعبية أستاذ هشام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك في أن هذا السلاح يستخدمه الاحتلال الصهيوني لمحاولة تركيع حاضنة المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية بذاتها من حيث قدراتها العسكرية لا تتأثر بمثل هذه السياسات الصهيونية. المقاومة لها منظومتها الغذائية والصحية والعسكرية واللوجستية والأنفاق وما إلى ذلك من أمور، ولكن الضغط على الحاضنة الشعبية بلا شك هو ضغط على المقاومة الفلسطينية، ولكن أعتقد أن هذا الضغط ليس بلا ثمن. اليوم يتحدث الإعلام الصهيوني أن صورة الجوع والتجويع الممنهجة في محافظات شمال غزة المتعمدة
هي التي تسيطر على العالم، وهذا سيؤثر بلا شك على الاحتلال الصهيوني وسيضغط على الاحتلال الصهيوني. يعني أقول أنا الاحتلال الصهيوني يستخدم هذه الورقة ويضغط على المقاومة، ولكن هذا الضغط ليس بلا ثمن، هناك ضغط آخر دولي يمارس على الاحتلال الصهيوني. نحن الآن في أيام صعبة، هي أيام العض على الأصابع، ومن يتأوه أولا ومن يركع ومن يخسر. وأعتقد أن الشعب الفلسطيني أخذ قراره بلا شك بأنه لن يركع حتى لو مات جوعا، حتى لو مات بعض أطفال شعبنا جوعا، لن يركع هذا الشعب بعد كل هذه التضحيات أمام غطرسة الاحتلال الصهيوني. في المقابل الاحتلال يخسر من صورته، والاحتلال يخسر من دعمه العالمي، وهذا سيكون له تأثيراته على مسار المعركة. أستاذ بشار، في جانب بيصل المساعدات، الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عزم بلاده إنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة لاستقبال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر كما قال. بداية، كيف تنظر لهذا القرار في ظل استمرار منع الاحتلال إيصال المساعدات من المنفذ الطبيعي للقطاع والمكدسة خلف آلاف السيارات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات، وهي التي قاربت على الفساد كما تعلم؟ هي السخرية بعينها. أولا، يعني نحن لا نستطيع إلا أن نعتبر أن كل قطرة ماء تصل إلى أهلنا في قطاع غزة وخصوصا في الشمال المحاصر والمظلوم والمقهور بفعل آلة الحرب العدوانية وبفعل الصمت العالمي والتآمر الأمريكي، فكل قطرة دم هي حق لهم، وكل كسرة خبز هي حق لهم. لكن هذه الصورة الساخرة، صورة السخرية من العالم، السخرية من حقوق الإنسان، عندما تتكدس الشاحنات خلف المعبر البري آلاف الشاحنات ولا يسمح لها بالدخول، يتم إعاقتها بغض النظر عن الطرف المعيق، ثم تتبجح القوة الكبرى في العالم رقم واحد بأن الطريقة التي يمكن من خلالها إيصال المساعدات لهؤلاء المحاصرين ولهؤلاء الأطفال والنساء والجوعى والمدنيين هي عن طريق الإنزالات الجوية. هذه صورة ساخرة، هذه صورة يعني كريهة لعالم القرن الحادي والعشرين، وهذا لا يعني إلا الرضوخ لآلة الحرب الصهيونية والرضوخ للرغبات والهواجس الانتقامية لدى الحكومة الصهيونية التي تريد الاستمرار في الولوغ في الدم وإيقاع المجازر في محاولة لترميم صورتها المكسورة منذ 7 أكتوبر. وبالتالي هذا يعبر عن عجز الولايات المتحدة الأمريكية من زاوية، وعن تآمرها من زاوية أخرى، لأنها من اليوم الأول وهي تعطي الفرص تلو الفرص للكيان الصهيوني ليحقق إنجازاته. بعد 5 أشهر لم يحقق إنجازاته، فتحاول أن تغطي على فشله وعلى جرائمه أيضا بآن واحد من خلال إسقاط وإنزال المساعدات التي لا تكفي أو لا تشكل أكثر من 2 أو 3% من حاجة الناس في قطاع غزة. أستاذ هشام، هل تعتقد أن حل الممر البحري والميناء الذي أو اللذين تحدث عنهما بايدن، هل تعتقد أنهما من الممكن أن يكونا الحل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، خصوصا في ظل استهداف الاحتلال لقوافل المساعدات الإغاثية الإنسانية؟ بلا شك هذا المخطط الأمريكي حوله الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات والريبة. لماذا هذا الالتفاف على حقيقة أنه بالإمكان إدخال المساعدات عبر المعابر المعروفة، وهذا أسهل وهذا أسرع، لأنه هذا الميناء الذي يتحدثون عنه قد يستغرق نحو 30 يوما، وربما الوضع في قطاع غزة وتحديدا في مناطق الشمال لا تحتمل 30 يوما، ربما خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان. هذه مسرحية إضافية تضاف إلى مسرحيات الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأنظمة العربية التي حاولت إنزال المساعدات جوا، كل ذلك في محاولة للالتفاف على حقيقة أننا أمام احتلال متعنت، وأننا أمام تواطؤ دولي وتواطؤ من قبل بعض الأنظمة العربية كذلك الأمر لعدم الضغط على الاحتلال الصهيوني وإجباره على فتح المعابر وإدخال المساعدات بصورة طبيعية عبر المعابر المعروفة. مسألة أخرى أريد أن ألفت الانتباه إليها، المعطيات تتحدث عن أن هذا المشروع يحتاج إلى وجود قوة عسكرية وليس إغاثية لوجستية، قوة عسكرية أمريكية تعدادها بالآلاف، وهذا سيكون مقابل قطاع غزة عند بحر غزة على بعد مئات الأمتار المعدودة من قطاع غزة.
معنى ذلك أننا أمام قاعدة عسكرية أمريكية أمام قطاع غزة لحماية مصالح الاحتلال الصهيوني، لكن تحت غطاء المساعدات والإغاثة. وهذه مسألة مهمة يجب أن نتنبه لها، وأعتقد أن المقاومة سيكون لها كلمتها إزاء هذا المخطط. نعم أستاذ بشار، هل يمكن ربط فكرة بايدن بإنشاء ميناء لإيصال المساعدات بزيارة جينيتس لواشنطن ولندن؟ يعني السؤال بصيغة أخرى، هل يمكننا القول إن البيت الأبيض بدأ يبحث عن بديل لنتنياهو؟ يعني هو الأمرين في شوية فوارق بينهما مع صحة ما تفضلت به، ولعلك تقصد زيارة جانس وليس جالان. الحقيقة أن البحث عن بديل لنتنياهو رافق هذه الحملة الإجرامية منذ بدايتها، يعني منذ اليوم الأول اللي تدخلت فيه الولايات المتحدة للتغطية على جرائم الاحتلال ولتبني رواية الاحتلال الكاذبة والخادعة، وهي تناقش مع المعارضة الإسرائيلية ثم مع الليكود نفسه عملية استبدال لنتنياهو، وقدمت الكثير من العرائض، لكن هذا الثعلب الوحشي النازي نتنياهو استطاع أن ينجو، وما زال يتلاعب بالواقع الداخلي الصهيوني ويتلاعب بالإدارة الأمريكية، إلا أن الإدارة الأمريكية راغبة فعلا أن تتخلص من نتنياهو. زيارة جانتس هي رسالة، يعني ليست القصة زيارة وفقط، هذه رسالة واضحة للشعب الصهيوني اللي هو للناخب الصهيوني ولليكود وللطبقة السياسية الإسرائيلية، وهي أن أمريكا غير راضية البتة عن نتنياهو وتريد أن تستبدله. وكل هذه حتى الإنزالات كما قلنا هي رسائل في نفس الاتجاه وليس بعيدا عن هذا الموضوع على الإطلاق. الإدارة الأمريكية عاجزة عن أن تفرض على الكيان الصهيوني خياراتها، لأن الكيان الصهيوني يتشبث بمنظومته الديمقراطية ويتقوى بأمرين. الأمر الأول إنه الخيار الديمقراطي الصهيوني يعني هو الذي يتمتع باستقلالية كما يقولون، وأن الكيان الصهيوني ليس نجمة زائدة على العلم الأمريكي كما قال سموتريتش أو بين كثير من جهة، ومن جهة ثانية يتقوى بأن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بدولتها العميقة وبمشروعها الغربي بأمن الكيان الصهيوني، ولذلك نتنياهو مطمئن أنه يفعل ما يريد، يحاول أن يوسع الحرب بطريقة هنا أو هناك، يتحدى إدارة بايدن، يعلن أنه يعني يتصرف بناء على قناعاته وليس على أوامر من بلينكين أو غيره، معتمدا على أن الإدارة الأمريكية لن تتخلى عن هذا الكيان، ستبقى ملتزمة بأمنه وبتفوقه وبالتغطية على جرائمه، هي شريكة تماما، وهي الآن كما يقولون في أمريكا أن نتنياهو يمثل الكلب الذي يعض يد صاحبه. وضحت الفكرة. نعم أستاذ هشام، كما تعلم فقد وصل اليوم مدير وكالة المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز إلى الدوحة لعقد اجتماع مع الوسطاء في محاولة، يعني قيل إنها لإحياء مباحثات القاهرة التي فشلت قبل حلول شهر رمضان. السؤال هنا، هل سيقدم بيرنز مثلا حلولا ممكنة قد تؤدي إلى تحريك المياه التي ركدت في القاهرة؟ لا أتوقع أن تقدما يمكن أن يحصل ما لم تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية قرارا جديا بالضغط على قيادة الاحتلال الصهيوني، لأن هذه الحكومة المتطرفة هي التي تتعنت وهي التي ترفض التجاوب والوصول إلى اتفاقية، ولذلك الإدارة الأمريكية ما زالت إلى الآن يعني تتواطأ مع الاحتلال الصهيوني حتى في هذه المسألة، وتحاول أن توفر المزيد من الوقت للاحتلال الصهيوني يعني أملا في تحقيق بعض المكاسب، الوصول لبعض القيادات السياسية والعسكرية في قطاع غزة. والإدارة الأمريكية ليست جادة، وهناك خشية حقيقية لدى المقاومة الفلسطينية عبرت عنها عبر قادتها في الأيام القليلة الماضية، خشية من أن تتحول هذه المفاوضات إلى دوامة من المراوغة ومن اللف والدوران
بحيث يطيل هذا أمد المعركة ويعطي الاحتلال الإسرائيلي المزيد من الفرص لمحاولة يعني تحقيق بعض المكاسب والضغط أكثر وأكثر على الحاضرة الشعبية الفلسطينية. هذه خطوات الحقيقة غير جادة. المقاومة الفلسطينية تحدثت وبوضوح عن الخطوط الحمراء التي لا يمكن أن تتنازل عنها، وتتمثل بالانسحاب الكامل من قطاع غزة ووقف العدوان بالكامل والتعهد بإعمار قطاع غزة، وبعد ذلك صفقة تبادل تخرج كل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الصهيوني. هذه العناوين الأربعة ما زالت الحكومة الصهيونية المتطرفة تتعنت فيها، وما زالت الإدارة الأمريكية تتعامل برخاوة شديدة جدا مع تعنت الاحتلال الصهيوني. أستاذ بشار، يعني نتنياهو صرح بأن جيشه سيواصل عملياته ضد كل مواقع المقاومة بما فيها رفح. في ظل هذا التصريح، هل يمكن للوسطاء التوصل لصفقة من أجل وقف إطلاق النار؟ وهل يمكن اعتبار أن ما يقوم به نتنياهو من تصريحات هو للاستهلاك الإعلامي الداخلي فقط؟ يعني واضح منذ أن بدأت مسارات الهدنة أو تبادل الأسرى أو يعني وقف إطلاق النار منذ المرحلة الأولى التي تم فيها تبادل مجموعة من المحتجزين الإسرائيليين مع عدد من الأسرى الفلسطينيين والأسيرات، منذ تلك اللحظة ونتنياهو يتهرب ويضع العراقيل والعقبات أمام أي تقدم يمكن أن يفضي إلى صفقة تبادل ويعني يحقق عملية إنقاذ للشعب الفلسطيني المحاصر وللحالة الإنسانية. نتنياهو معني باستمرار المعركة، وأيضا الأطراف الإسرائيلية الأخرى سواء الجيش أو المعارضة كلهم معنيون باستمرار المعركة، لأنه لا يوجد أفق لتحقيق إنجازات حقيقية. حتى أن القادة الصهاينة ومنهم نتنياهو يعبرون في الفترة الأخيرة أنه حتى لو تم استعادة الأسرى فلا بد من استمرار المعركة، لأنهم هم تحدثوا عن هدف مستحيل اسمه اجتثاث حماس والقضاء على قوة القسام وإلى غير ذلك. واضح بعد 5 شهور أن هذه الأهداف عبارة عن أوهام وأحلام، وبالتالي هم يعرفون ويعلمون أن وقف الحرب هي لطمة للكيان الصهيوني، لا بل هي شكل من أشكال الهزيمة لهذا الكيان وللحكومة ولنتنياهو. لذلك حقيقة الأمر أن نتنياهو معني بالإعاقة ومعني بالعقبات، فيما الإدارة الأمريكية تنظر من زاوية أخرى لإدارة المعركة، هي تتفق تماما مع أهداف نتنياهو ومع أهداف الكيان الصهيوني، لكنها تريد أن يتحقق ذلك بطريقة مختلفة بأسلوب مختلف، يعني يحفظ على الأقل صورة أمريكا اللي بدأت تتزعزع بشكل يصل إلى حد العزلة في المجتمع الدولي، لأنها لم تستطع أن تحافظ على ما يسمى بالقواعد الدولية في هذا الصراع وفي هذه الحرب، ولم تستطع أن تفرض تلك القواعد على الكيان الصهيوني على الإطلاق، جزء منه لرغبتها في انتصار الكيان الصهيوني وفي استعادة هيبته، وجزء أيضا لارتباكها وعدم وجود رؤية واضحة على الإطلاق وعدم قدرة. الأستاذ بشار الشلبي، عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. كما أشكرك أيضا رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية، عبر سكايب كنت معنا من بيروت الأستاذ هشام يعقوب، شكرا جزيلا لك.